السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بمتابعين قناة الأستاذ. نريد إيجاد مجموعة الحل للمعادلتين التاليتين X تربيع زائد X في Y زائد Y تربيع داخل القوس مضروب في الجذر التربيعي ل X تربيع زائد Y تربيع، وهذا يساوي 185. المعادلة الثانية X تربيع ناقص X في Y زائد Y تربيع مضروب في الجذر التربيعي ل X تربيع زائد Y تربيع، وهذا يساوي 65. المسألة ليست بها درجة صعوبة عالية، ولكن التحدي أن تحل هذه المسألة بأقل الخطوات الممكنة. فإذا كنت ترغب في حل هذه المسألة سيبدأ عداد الثواني الآن، قم بإيقاف الفيديو مؤقتا، وعندما تنتهي أعد تشغيل الفيديو لمشاهدة الحل. المعادلة الأولى الجذر التربيعي X تربيع زائد Y تربيع مضروبة في افتح قوس X تربيع زائد X في Y زائد Y تربيع، وهذا بيساوي 185. والمعادلة الثانية الجذر التربيعي X تربيع زائد Y تربيع مضروب في افتح قوس X تربيع ناقص X في Y زائد Y تربيع، وهذا بيساوي 65. سأقوم بجمع المعادلتين الأولى والثانية، وبأخذ الجذر التربيعي ل X تربيع زائد Y تربيع عامل مشترك، فسأحصل على الجذر التربيعي لX تربيع زائد Y تربيع مضروب في افتح قوس X تربيع زائد X في Y زائد Y تربيع زائد X تربيع ناقص X في Y زائد Y تربيع، وهذا بيساوي 185 زائد 65. أي أن الجذر التربيعي لX تربيع زائد Y تربيع مضروب في 2X تربيع زائد 2Y تربيع، وهذا بيساوي 250 بعد حذف الحدود المتشابهة. فيمكن أخذ من الطرف الأيسر 2 عامل مشترك، ثم أقوم بالقسم على 2، فتكون المعادلة على الصورة الجذر التربيعي لX تربيع زائد Y تربيع مضروب في X تربيع زائد Y تربيع، وهذا بيساوي 125. الجذر التربيعي أستطيع كتابته على الصورة X تربيع زائد Y تربيع الكل أس نص مضروب في X تربيع زائد Y تربيع، وهذا بيساوي 125. وباستخدام قوانين الأسس، إذن X تربيع زائد Y تربيع الكل أس 3 على 2 بتساوي 125، ومنها X تربيع زائد Y تربيع الكل أس 3 على 2 بتساوي 5 أس 3. نصل إلى X تربيع زائد Y تربيع الكل أس نص بتساوي 5، وبتربيع الطرفين نصل إلى X تربيع زائد Y تربيع بتساوي 25. وبملاحظة أن المعادلة الأولى تحتوي على المقدار X تربيع زائد Y تربيع تحت الجذر وأيضا داخل القوس، إذن يمكن التعويض بالقيمة في المعادلة الأولى، فتصبح الجذر التربيعي لـ 25 مضروب في 25 زائد X في Y، وهذا بيساوي 185، ومنها 25 زائد X في Y بتساوي 37، وذلك بالقسمة على 5. إذن X في Y ستساوي 37 ناقص 25، إذن X في Y ستساوي 12. وبحل المعادلتين 3 و 4 معا، وذلك بضرب المعادلة رقم 4 في 2 والجمع، فنحصل على إن X تربيع زائد Y تربيع زائد 2 X في Y بتساوي 25 زائد 24، أي بتساوي 49، ومنها X زائد Y الكل تربيع بتساوي 7 تربيع، لأن الطرف الأيسر مربع كامل. وهنا يجب أن ننتبه أن X زائد Y ممكن أن تكون بتساوي سالب 7 كي تساوي الطرف الأيمن. وبحل هذه المعادلة مع المعادلة رقم 4، فسنحصل على زوجين من المعادلات على الصورة X زائد Y بتساوي 7 و X في Y بتساوي 12، والزوج الآخر X زائد Y بيساوي سالب 7 و X في Y بتساوي 12. وحيث أن X زائد Y بتساوي 7 و X في Y بتساوي 12، إذن عددان مجموعهم 7 وحاصل ضربهم بيساوي 12 هما 3 و 4 أو 4 و 3، وذلك بالتبديل بين X و Y. وأيضا X زائد Y بتساوي سالب 7 و X في Y بتساوي 12، سنحصل على X بتساوي سالب 3 و Y بتساوي سالب 4، والعكس X بتساوي سالب 4 و Y بتساوي سالب 3. إذن مجموعة حل المعادلة هي الأزواج المرتبة 3 و 4، 4 و 3، سالب 3 و سالب 4، سالب 4 و سالب 3.
أتمنى إن أنتم تكونوا استفدتم من المسألة واستمتعتم بالشرح. ما تنسوش ادعموا القناة، إنك تعملوا لايك للفيديوهات اللي بتنزل، وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. وانتظرونا إن شاء الله في حلقات جديدة من جمجمة بلس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.